معايا على التليفون باعتباري رجل النهارده جدا سعيد، معايا زميلي وصديقي العزيز شريف سعيد مخرجنا الرائع ورئيس قناة الوثائقية. ازيك يا شريف؟ كل سنة وانت طيب وحلوة منك. مساء الخيرات يا يوسف، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل المشاهدين طيبين، وكل سنة وانت وكل فريق العمل أصدقائي الأعزاء جدا طيبين. اللهم أمين. يعني هو طبعا ده جهد كل الرفاق والعصف الذهني لكل الرفاق والإدارات، إدارات المحتوى في القناة الوثائقية. زي ما أنت قلت، في جزء ضخم دايما من تاريخنا، بما أن مصر طول عمرها ليها قدر وليها قيمة وليها وزن في الإقليم وخارج الإقليم، فلن تعدم أبدا محاولات اختطاف التاريخ أو تشويهه لأسباب مختلفة، تسييس أو غيره، أو أسباب ذاتية عند أعراق أخرى، أو. بس أنا عجبتني كلمة لطيفة جدا أنت قلتها دلوقتي، الموضوع مش في اللون خالص. فزي ما أنت قلت، الرد على أي عمل هنا أو هناك، بما أنك مفيش في العصر اللي احنا فيه ده عصر مفتوح، مفيش إمكانية لا للاحتكار أو المنع أو. فأنت كل أهم حاجة تعملها في معركة صناعة الوعي هو أن أنت تعمل شغلك مظبوط في هذه المعركة. وإحنا في قطاع الإنتاج الوثائقي والقناة الوثائقية من ساعة البيان وبعدين إطلاق القناة في شهر فبراير اللي فات، كان من ضمن، واحنا اتكلمنا ده لو تفتكر في اخر مداخله، قلت لك ان احنا عندنا في روافد عروضنا على شاشه القناه المستحوذ عليه بلس او بالاضافه الى انتاج القطع الاصليه. طبعا الافلام اللي بتتناول هذه النوعيه دي اخاذه وساحره ومثيره لانتباه اي مشاهد في مصر والعالم العربي وخارج العالم العربي كمان. العالم قطاعات جماهيرية عريضة جدا، متيمة بمشاهدة كل ما هو عن المصريات. مثلا النهاردة في قناة الوثائقية ابتدينا عرض السلسلة الوثائقية جذور مصر القديمة اللي بيقدمها عالم المصريات الشهير دكتور زاهي حواس. دي عرضها ابتدى النهاردة، دي سلسلة ممتدة على شاشة القناة شوية كويسين، دي مستحوذ عليها من بيت إنتاج له اعتباره في الصناعة الوثائقية. جوار الاستحواذ عليك كقطاع للإنتاج الوثائقي وقناة وثائقية إنتاج قطعك الأصلية في هذا الحقل. حلو. ده بياخد، وأنت من هذا المربع الإعلامي وتدرك جيدا إن ده بيحتاج وقت طبعا، خصوصا لو بتتكلم في الإيجيبتولوجي. طبعا ده إذا كانت الموضوعات اللي في تاريخنا الحديث والمعاصر بتاخد شهور من أجل الظهور للنور، فما بالك لو إحنا رايحين لمساحة زي دي، خصوصا أنها مساحة غير مطروقة كصناعة في الإعلام المصري والعربي. صحيح. فإحنا بنتحسس خطانا جيدا واحنا بنقدم على هذه الخطوة الأولى. في جلسات منعقدة بقالها فترة وتكوين لجان استشارية في التاريخ والأثار والأنثروبولوجي، لأن أنت مش بتتكلم عن واقعة أو عن شخصية أو في تاريخ معاصر أو حديث. احنا مثلا الواقعة دي على فكرة موضوع كليوباترا هي موضوع من ضمن موضوعات أخرى في المصريات إحنا شغالين عليها، ليست الموضوع الوحيد. وإن الواقع الاشتباكي الحالية فرض علينا الإفصاح عنها دلوقتي. صحيح، وده منطقي طبعا، لأن أنت في النهاية كأداة من أدوات القوى الناعمة لا تحلق في فضاء سرمدي، أنت أحيانا تكون فعلا وأحيانا تكون رد فعلا، أنت في واقع اشتباكي مستمر. ما احنا يمكن انا وانت نوعى وعيالنا ما توعاش على فيلم، واظنه كان انتاج الخمسينيات او الستينيات، عن سيدنا موسى موزس. طبعا. والفيلم الحقيقه مليان كوارث تاريخيه،
كوارث. فاكر كنا بنتفرج عليها على شرايط في اتش اس بس كده. ايوه فكان مليان كوارث طبعا. ولما نيجي نتفرج على اي انتاج غربي للاسف الشديد يتناول هذه الحضاره العظيمه بتاعتنا ملكنا اللي احنا بنيناها او اجدادنا القدماء بنوها هم لا يتناولوها على الاطلاق باي شكل من اشكال المهنيه. شويه الاقي ناس ما بنتش الهرم بيبنوه، وشويه الاقي ناس ما حكمتش مصر بتحكمها، وشويه الاقي تخريف حتى في الحقب الزمنيه نفسها. فالمساله ان الواحد تعب. عشان كده انتوا فعلا عندكم مسؤوليه تقع على عاتق قناه الوثائقيه وعلى عاتق قطاع الوثائقي في المتحده مهوله، علشان العالم يشوف تاريخ مصر بايدين المصريين. ان الاوان نبدا بكليوباترا. انت فتحت نقطه خطيره جدا يا يوسف. انت برضو لما استشهدت بالجيل بتاعي وبتاعك، الجيل ده في النهاية كان بيتفرج على القناة الأولى العظيمة اللي انت طالع من خلالها دي دلوقتي. أيوة. تحياتي لكل العاملين فيها، والقناة الثانية، ويدوبك القناة الثالثة دخلت سنة 85-86. كنا كلنا بنتلقى ذات المحتوى المعرفي الواحد. صح. في الرياضة أو السياسة أو المنوعات كلنا بنتفرج على مسلسل 7:30، كلنا بنتفرج على اختارنا لك يوم الأربع، ونادي السينما يوم السبت. أيوة. وأوسكار يوم الخميس، وتاكسي السهرة، وجديد في جديد بيبدل 2 و2، والعالم يغني. أيوة. واليوم المفتوح، كلنا طبعا كنا بنتلقى ذات المعرفة. صح. دلوقتي لو دخلت على الأسرة الواحدة، لو قلنا في حدها الأدنى مثلا 4 أفراد أو 5 أفراد، ودخلت عليهم دلوقتي وشفت كل واحد بيعمل إيه، هتلاقي واحدة على التيك توك، واحدة على اليوتيوب، واحد على الفيسبوك، واحد بيتفرج على مباراة، وهكذا. للأسف. كلنا طلقاء في فضاء مفتوح. صح. وكأن أطفالنا أو شبابنا أو مراهقنا واقفين في الطل. فمن هنا صعوبة المعركة الحالية. وجيل قرايته عزيزة. جهدك لصناعة الوعي. وجيل قرايته عزيزة يا شريف، يعني إحنا كنا بنقرأ، أو الجيل بتاعنا، الجيل ده شبه ما بيقراش، بيعتمد على ثقافة المشاهدة. ايا كانت بقى، فقرايته عزيزة، وبالتالي قدرته على انه ياخد معلومة بجد مش من ويكيبيديا ولا من فيلم وثائقي موجود على بلاتفورم. وكل سنة واحنا طيبين. هي دي الخطورة. انا يعني ما بالك لو في وقائع حصلت واحنا كنا جزء منها وعصرناها وشهدنا عليها بعيوننا من 10 سنين و12 سنة، والأغيار وأهل الشر لا يكفون عن تشويهها ومحاولة اختطافها من اللي كانوا في التوقيت ده سنهم 5 و10 سنين، فما بالك بوقائع صح مر عليها ما يزيد عن 2000 عام. أنا عايز أشكرك جدا يا شريف، وأشكر كل فريق الوثائقية، وبجد من قلبي والله العظيم أشكر المتحدة جدا على الخطوة دي. إحنا امبارح يا سادة قاعدين في المكتب وإحنا بنتكلم عن الحلقة، طبيعي اتكلمنا على موضوع كليوباترا وما إلى ذلك، وكنا كلنا نقول يا جماعة إحنا لازم يبقى في عندنا رد عن طريق القوى الناعمة المصرية. عارفين كأنه سبحان الله العظيم والله باب السماء مفتوح. نصحى النهاردة على أنه المتحدة قناة الوثائقية هتعمل عمل كبير على كليوباترا. اللي قاله شريف مهم جدا، قال يا جماعة ده احنا لو بنعمل حاجة على تاريخ قريب بنقعد نشتغل عليها شهور بحث وتدقيق في كل حرف بيتكتب في السكريبت، فما بالك بان انا هتكلم على تاريخي القديم وحاجة مر عليها تقريبا 2000 سنة، وبتكلم على واحدة من أشهر من حكمنا مصر قبل الميلاد. الله، لا ده انا هاخد وقتي واخد وقتي بالقوي. بالمناسبه، ويمكن حتى كنا في مناقشه النهارده انا وزميلي العزيز مخرجنا الرائع نديم، كنا بنتكلم على انه احنا عندنا كوادر في مصر بيشتغلوا وثائقي من سنين السنين. ازيدك من الشعر بيت؟ لا، ده الكوادر بتاعتنا اشتغلت وثائقي مع أشهر وأكبر قنوات إنتاج وثائقي وتاريخي في الدنيا. والله العظيم أنا بتكلم جد مش هزار. عندنا مصريين، مش هأسمي أسماء لأنه عشرات من الأسماء،
اشتغلوا في الكتابة وفي الإخراج وفي التصوير اللي لأتخن قنوات في الدنيا، ومش هسامي طبعا القنوات وإلا هنعلن لهم، احنا عندنا الوثائقية بتاعتنا مهم، فاحنا نقدر ونقدر بالقوي كمان. احنا ناخد وقتنا في الفحص والدرس والبحث والتدقيق، وهنطلع بإذن الله عمل ما يخرش المية. حلو؟ طيب انتظروا كليوباترا على قناة الوثائقية. امتى؟ صدقني معرفش، ولسه الشغل بادئ. احنا خدنا القرار الحمد لله، الشغل بقى هياخد وقته، لازم الحاجة هتطلع مظبوط. طالعة من الوثائقية بتاعتنا، ملكة بتاعتنا، تاريخنا، صناعتنا إلى آخره. احنا مش ضد انه الامريكان الانجليز ايا كان يشتغل على اعمل افلام واعمل مسلسلات زي ما انت عايز على تاريخ، بالعكس ده انا هبقى مبسوط، اهلا وسهلا، بس اعمله صح، اعمله بذمة، اعمله بضمير، بس كده.